هاي جايز، كيفكم؟ الفيديو اليوم راح يكون حلقة، راح اصنع لكم شوكولاتة للباربي. اول شي نحتاج لورق، وراح نحتاج جالاكسي، يعني اكلت قطعتين ونص راح احتاجه بس، وراح نحتاج مقص وسكوت او شريط لاصق راح اقصه. ورجع قبل ما نبدا الفيديو احتاجنا هيك، نحتاج الورق راح نقصه ورجع. اول شي انا صنعته هيك، راح اصنعها هيك، صنعته وطبعا تحتاجون تقصيته، طبعا صنعوها هيك وبالتاكيد تعجبكم. راح اكتب هذا الاسم الشوكولاته، نوع الشوكولاته، وراح ارجع لكم. طبعا صنعته جالاكسي كتير حلو، وفي شوكولات راح افرجيكم الشوكولات. طبعا هي حلو، تقدر تشاركيه مع صحبياتكم او تصنعي لبربياتكم او هيك، طبعا كانه شوكولاته حقيقيه للباربي. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وبحبكم يا احلى ناس بالعالم.